السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للطلبة طبعا من الصف الأول ابتدائي لحد الصف الثالث الإعدادي، فالمفروض مطلوب منكم بحث. فات الوقت، الوزارة عملت موقع هتدخل تجيب منه الكود، إن شاء الله يوم 2/4 تبدأ تنزل الأبحاث وتعرف البحث اللي عليك ايه. فانت تدخل على الموقع ده، تكتب الرقم القومي ليك، وتاريخ الميلاد، تاريخ الميلاد اللي معانا ده مثلا، تختار المحافظة اللي اتولدت فيها، مش أي محافظة، اللي هتلاقيها موجودة. تاريخ الميلاد هتلاقيه في شهادة الميلاد من فوق. طبعا لسه أغلب أنت من أولى لتالتة أكيد لسه مطلعش بطاقة، فهتلاقي تاريخ الرقم القومي موجود في شهادة الميلاد من فوق، والنوع ونقرأ تسجيل الدخول. بدأت تظهر معانا بيانات الطالب، متنسوش الاشتراك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وكده ظهرت معانا بيانات الطالب، فهات الكود اللي انت هتستخدمه وتعمل بيه البحث. ان شاء الله اي جديد هينزل على القناة. اشترك معانا في القناة، هظهر لك اخر الفيديو. اشترك معنا وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، وشكرا.